بدأت قصة الثقوب السوداء منذ أكثر من 100 عام، وبالضبط في عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى. تخيل معي عزيزي المشاهد أن القذائف الروسية تمطر على الخنادق الألمانية، وملازم في منتصف العمر مختبئ بمصباح كهربائي خافت في مخبأ يقرأ مجموعة من الأوراق المرسلة إليه من طرف العالم ألبرت أينشتاين والذي عرفه منذ أكثر من عام. فهذا الملازم أعطيه فقط ورقة وقلم في اليد، ثم يهرب من أهوال الحرب من خلال حلمه بالكواكب والنجوم التي تنجرف عبر الفراغ الشاسع في الفضاء، وباستخدام الرياضيات كأداة له تصبح سلاحه الفتاح. إنه كارل شوارلشيد لقد جلس هناك في خندق موحل وساغ الحلول الدقيقة الأولى للمعادلات التي تصف كيفية تشوه الزمكان بواسطة الأجسام الضخمة. فأينشتاين بنفسه اندهش من الحال عندما رأى حسابات كارل وقال: لم أكن أتوقع أن يتمكن المرء من صياغة الحل الدقيق للمشكلة بهذه البساطة. فعلى مدى العقود القليلة التالية أدت تداعيات حسابات كارل إلى استنتاج مذهل، وهو مع زيادة الجاذبية يجب أن تأتي نقطة حيث حتى الضوء لا يستطيع الهروب منها. فعلماء الفيزياء الفلكية أطلقوا على هذه الأجسام اسم النجوم المتجمدة، ثم لاحقا بالنجوم المظلمة. وفي الستينيات ساغ الفيزياء الأمريكي جون وير مصطلح الثقوب السوداء، والذي ظل عالقا منذ ذلك الحين. فالثقوب السوداء شيء لا يجده العلماء فقط رائعا، ولكن عزيزي المشاهد كذلك حمتنا. ففي حلقتنا اليوم سوف نلقي نظرة على أكثر الجوانب انحناء للعقل والطبيعة والتي قد تفجر عقلك عزيزي المشاهد. لنبدأ. أولا وقبل كل شيء، إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا دعني أعرفك بمحتوى القناة. فهو ببساطة محتوى علمي، نبحث ونكتب ونبسط لك المواضيع العلمية عزيزي المشاهد. لنبدأ. لا بد وأنت تتصفح في الإنترنت أو تشاهد التلفاز أن تكون قد شاهدت لعبة شد الحبل. فريق من الجهة اليمنى وفريق من الجهة اليسرى يتصارعان، والتي يمسك فيها كل لاعب من الفريق أحد طرفي الحبل ويضعه تحت ذراعه، ويبدأ كل فريق بشد الحبل إلى جهته، وفي النهاية يربح فريق واحد لأنه كان هو الأقوى. فهكذا بالضبط تشتغل النجوم، تقوم بصراع عملاق بين قوة الجاذبية التي تحاول انهيار النجم إلى الداخل، وطاقة الاندماج في قلبه والتي تخلق ضغطا خارجيا هائلا والذي يقاوم الجاذبية، وهذا يضع النجم فيما يسمى بالتوازن الهيدروستاتيكي. ولكن ماذا يحدث عندما ينفد الوقود من النجوم الكبيرة ويقل الضغط الخارجي؟ عندها عزيزي المشاهد، عند ذلك يمكن للجاذبية بعد ذلك أن تطفو على النجم وتتسبب في انهياره، ثم تحدث سلسلة من الأحداث. وإذا كان النجم ضخما بدرجة كافية، فإن النتيجة الأكثر شيوعا هي الانفجار الهائل والذي يطلق عليه المستعر الأعظم. عندها ينتهي شد الحبل وتفوز الجاذبية وتصل إلى نقطة لا يستطيع أي شيء مقاومة شدها، حتى الضوء لا يستطيع الهروب منها. ولكن ما هو الثقب الأسود بالضبط؟ فعندما تطغى الجاذبية تماما على جرم سماوي، والجرم السماوي يعني أي جسم موجود في الفضاء، وتطغى أيضا ضد جميع القوى المقابلة الأخرى، فوفقا للنسبية العامة يمكن أن تنهار كل كتلته إلى حجم صغير للغاية، ويسمى هذا بالتفرد. ففيه تضغط المادة إلى نقطة لا متناهية في الصغر وتنهار فيها كل مفاهيمنا حول الزمكان. ويجب أن تعلم أن التفرد قد لا يكون في الواقع شيئا حقيقيا، ولكنه مجرد حد لمعادلتنا الرياضية وليس شيئا ملموسا. فمن المرجع أن تكون علامة حمراء تخبرنا أن نظرياتنا غير مكتملة. فما نعرفه عزيزي المشاهد أن هناك شيئا ما بكتلة عالية جدا جدا في حجم صغير جدا جدا، حيث لا يهرب الضوء ولا تعمل معادلة النسبية العامة. ففي الثقب الأسود يكون التفرد محاطا تماما بشيء يسمى أفق الحدث، ولقد سبق أن خصصنا حلقة خاصة في فيديو قصير عن ما هو أفق الحدث. المهم عزيزي المشاهد، فهذه الحدود ليست مصنوعة من أي شيء، إنه مجرد مجال غير ملموس يكون فيه انحناء الزمكان قوي لدرجة أن الضوء لا يستطيع الهروب منه، ويطلق على نصف قطر هذه الكرة نصف قطر وسوارلشيلد، لأنه كما ذكرنا يأتي من حل معادلة أينشتاين التي حلها الملازم المتطوع في الحرب العالمية الأولى. ونظرا لأنه لا يمكن للضوء الهروب من أفق الحدث، فلا يمكن ملاحظة أي كائنات بالداخل بما في ذلك التفرد بنفسه، وبشكل مباشر كل ما يعبر في هذا الأفق يبتلع إلى الأبد. ولهذا السبب تعتبر الثقوب السوداء نوعا من حافة الفضاء. وبشرح مبسط أكثر،
من دخل في الثقب كأنما خرج من كوننا، وبقدر ما نعلم لا شيء داخل الثقب الأسود يمكنه التواصل مع كوننا، ويتم تحديد حجم الثقب الأسود فقط من حجم أفق الحدث الخاص به، وكلما اقتربت من أفق الحدث يتباطأ الوقت مقارنة بتدفق الوقت من نقطة بعيدة عنه، فجاذبية أي جسم داخل تنتج هذا التأثير الزمني بما في ذلك الأرض، ولكن جاذبية الأرض ضعيفة لدرجة أن تباطؤ الزمن لا يمكن ملاحظته. فعلى سبيل المثال عزيزي المشاهد، عند مستوى سطح البحر يكون عمرك أقل بمقدار 1 مليار من الثانية كل عام مما لو كنت تعيش على قمة جبل إيفرست بسبب الجاذبية المنخفضة قليلا على القمة. وعند الثقب الأسود تباطؤ الزمن شديد للغاية، من وجهة نظر مراقب خارج الثقب الأسود يتوقف الوقت تماما عند أفق الحدث. لذا فإن رائد الفضاء الذي سيسقط في حفرة الثقب الأسود سيبدو متجمدا في الوقت المناسب عند حافته من منظور مراقب بعيد، ولكن المدهش هو أن من منظور رائد الفضاء فإن الوقت سوف يتدفق بشكل طبيعي ويستمر في السقوط مباشرة في أفق الحدث. فنظرية الجاذبية لأينشتاين تتنبأ بأن الوقت نفسه قد دمر في مركز الثقب، فالوقت ينتهي بشكل مفاجئ هناك. لهذا السبب يوصف الثقب الأسود أحيانا بأنه عكس الخلق، فمنذ أن بدأ الوقت في لحظة الانفجار العظيم قد يكون التفرد الذي ذكرنا وهو مركز الثقب الأسود مثل نقيضه حيث يتوقف الوقت، فلم تعد نظرية الجاذبية لأينشتاين تنطبق هنا، ويجب إيجاد قوانين فيزيائية جديدة تصف ما يحدث في مركز الثقب الأسود. ولكن ها هي الحقيقة المذهلة عن كل ما وصفته للتو عن الجزء الداخلي للثقب الأسود، فكل ما هو داخل أفق الحدث هو منفصل سببيا عنا يبقى إلى الأبد في المستقبل، وكل ما في الداخل لم يحدث بعد في وجهة نظرنا. فمن المهم عزيزي المشاهد دراسة الثقوب السوداء لأنها قد تؤدي إلى نظريات جديدة ربما تسمح لنا أخيرا باكتشاف نظرية كمومية للجاذبية التي ذكرنا سابقا في حلقة نظرية كل شيء، أدعوك لمشاهدتها. ولكن المشكلة لا يمكننا دراسته إلا من الخارج فقط، حيث لا يمكن لأي أدلة أو معلومات الهروب من الثقب الأسود. إنهم سود حقا لأنه لا يمكن لحتى الضوء الهروب منه. ومن المفارقات أن هذه الأجسام الغير مرئية تصبح بعض من ألمع الأشياء في الكون بأسره. على سبيل المثال بعض أكثر الأشياء سطوعا وبعدا في الكون هي الكويزار، فلقد ظلوا لغزا لفترة طويلة، لكن العلماء قرروا أنهم في الواقع ثقوب سوداء. فائقة الكتلة محاطة بقرص تراكم غازي تسخن الغازات بسبب الاحتكاك وتطلق كميات هائلة من الطاقة في هذه الثقوب السوداء، هائلة جدا لدرجة أن أقراص التراكم الخاصة بها يمكن أن تتفوق على المجرات التي تتواجد بها. وهنا عزيزي المشاهد أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن الثقوب السوداء ليست مثل الآلة الكهربائية السماوية، فإنه لا يمتصون كل شيء، وعلى العكس من ذلك قد يتخلصون من كميات المواد التي يستهلكونها. يبدو هذا غير منطقي، ولكن بسبب القوة المؤثرة حول الثقوب السوداء فإن كمية كبيرة من المادة التي تسقط في اتجاه الثقب يتم طرحها على طول أقطابها في نفاثات من الغاز تنطلق بسرعة تقترب من الضوء. ولكن معظم الثقوب السوداء لا تحتوي على نوع من هذه الأقراص التراكمية أو تحتوي على أقراص أكثر خفوتا، لذلك لا يمكننا العثور عليها بسهولة عزيزي المشاهد، ويجب استخدام طرق أخرى للعثور عليها. وقد تم استنتاج الثقب الأسود الهائل بالقرب من مركز مجرتنا درب التبانة المسمى سيجيتاريوس A بسبب المدارات الضيقة للنجوم التي يمكن أن نراها تدور حوله. وقد يفاجئك معرفة أن الثقوب السوداء لها مدارات مستقرة تسمح للكواكب بالدوران حولها، ولم نرى أي من هذه العوالم المظلمة لأنها قاتمة جدا بحيث لا يمكن ملاحظتها باستخدام تلسكوباتنا، ولكن لا يوجد سبب لعدم وجودها. فعندما ننظر إلى الرياضيات نرى أنه يمكن أن يكون له كواكب أكثر بكثير من النجوم العادية، فإن التدرج الجاذبي حول الثقب الأسود شديد الانحدار لدرجة أنه يسمح بوجود ملايين من المدارات المحتملة، في حين أن النجم العادي يمكنه فقط أن يدعم جزءا بسيطا من ذلك. فالحد الأقصى للعدد النظري للكواكب الشبيهة بالأرض التي يمكن أن توجد حول الشمس في المنطقة الصالحة للسكن هو 6. إذن استبدل شمسنا بثقب أسود كتلته أكبر بمقدار 1,000,000 مرة ولكن بنفس الحجم المادي تقريبا، يمكن عندها 550 كوكبا بحجم الأرض أن تدور جميعها في المنطقة دون اصطدام أو تعطيل بعضها البعض،
فقد يبدو هذا غريبا عزيزي المشاهد، لكن الأمر كله يتعلق بكيفية سيطرة الجاذبية على الزمكان حول الثقب الأسود. والآن عزيزي المشاهد سوف نطرح سؤالا مهما أنا متأكد سوف يعجبك، ما هي مدة استمرار الثقوب السوداء؟ يتوقع علماء الفلك أن شمسنا سوف تصل إلى نهاية عمرها خلال 10 مليارات سنوات أخرى، والنجوم القزمة تضم لفترة أطول. فعلى الرغم من أن عمر الكون يبلغ 13.8 مليار سنة فقط، إلا أن هناك نجوم قزمة حمراء ستعيش 100 مليار سنة، لكن هذا لا شيء مقارنة بالثقوب السوداء. فمن المقدر أن تظل الثقوب السوداء مستقرة لمدة 7 مليون سنة. فما هو هذا الرقم المذهل؟ حسنا، هناك 6 أصفار بعد المليون، والمليار له 9 أصفار، و7 مليون له 84 صفرا. والوقت الذي يمر على الثقب الأسود ليس هو الوقت الذي يمر عليه. ولإعطائك فكرة عن ذلك، فإذا كانت كل ثانية تمثل 13.8 مليار سنة من الوقت، وهو العمر الحالي للكون، فإن مرور 7 مليار سنة سيستغرق وقتا أطول بكثير من 13.8 مليار سنة. ولذا سوف تبقى الثقوب السوداء بعد فترة طويلة من تلاشي كل النجوم ويظلم الكون، ستستمر الثقوب السوداء عندها في التجاوب، فهم مستقبل كوننا. وهنا أود أن أقول لك أننا وصلنا إلى النهاية، فإذا كنت غير مشترك اشترك وفعل زر التنبيه ليصلك إشعار فور رفع أي حلقة، وأن تشاركنا رأيك في التعليق. مع السلامة.